بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. مجالس العلماء. أحبتنا الكرام، مرحبا بكم في هذا المجلس من مجالس العلماء، راجين أن تقضوا معنا من خلاله وقتا ممتعا وعامرا بذكر الله عز وجل، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أقيمت محاضرة بعنوان بر الوالدين والتحذير من العقوق، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. أيها الإخوة والأخوات، تحدث في بداية المحاضرة معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الموضوع لا شك موضوع مهم، فبحثه والكلام فيه يحتاج إلى عناية من المتكلم ومن المستمع ومن المسلمين عموما، وذلك لأن حق الوالدين عظيم، وقد جعله الله بعد حقه مباشرة، لأن هذا الإنسان تجب عليه حقوق، تجب عليه حقوق كثيرة يجب عليه أداؤها، ولا ينظر إلى حقوق الإنسان دون نظر إلى الحقوق التي على الإنسان، فهو إنسان له حقوق وعليه حقوق، فلا بد أن يؤدي الحقوق التي عليه أولاً، ثم يطالب بحقوقه الشرعية، ويجب الاهتمام بالحقوق التي على الإنسان أولاً. أما الاهتمام بحقوق الإنسان دون الاهتمام بالحقوق التي عليه فهذا تقريباً من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه، لأن الحقوق كلها مذكورة في الكتاب، الحقوق التي على الإنسان والحقوق التي للإنسان، فيجب العناية بالجميع. قال الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ذكر في هذه الآية الكريمة 10 حقوق على هذا الإنسان. أولها حق الله جل وعلا بعبادته وعدم الإشراك به، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، لأن العبادة لا تنفع مع الشرك، حتى ولو عبد الله وهو يشرك عبادته باطلة، فلا بد أن تكون العبادة خالصة لوجه الله، ترك عبادة ما سواه، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. ثم قال: وبالوالدين إحسانا. الحق الثاني الإحسان إلى الوالدين، وهو البر بالوالدين. وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إلى الوالدين إحسانا، هذا حقهم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال سبحانه وتعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه، فهذا شيء مضطرد في القرآن، أن حق الوالدين يأتي بعد حق الله سبحانه وتعالى.
فحق الله هو الذي خلق الإنسان من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوه. وحق الوالدين لأنهما تعبا في تربية هذا الولد وتنشئته، ولهذا قال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. حملته أمه وهنا أي ضعفا على ضعف لما تلاقيه في أثناء الحمل من المشقة ومن الضعف، فإن هذا الحمل على حساب صحة الأم وعلى حساب قوة الأم، فلذلك تنهك الحامل وتتعب لأنها تغذي مولوداً في بطنها، تغذي جنيناً في بطنها وتحمله، فتتعرض لمشاق وهناً على وهن. ثم لا يقف الحد عند هذا على الحمل، الولادة صعبة وخطر عظيم على صحة الأم، إنسان يخرج من إنسان ما هو سهل هذا، تعرض الأم عند الولادة لخطر عظيم، فإما أن تلده بدون عملية تدخل طبي وهذا فيه صعوبة بلا شك وحالة خطر يفضي إلى الموت، وإما أن يحتاج إلى التوليد القيصري والمسمونه القيصري، وذلك أيضاً أصعب لأنها سيشق بطنها ويجري لها من أثناء العملية ما يعرضها للخطر والتعب، هذا خطر شديد. أولاً حمله في البطن مشقة وتعب، وثانياً خروجه من البطن بالولادة تعرض للخطر الشديد، بل تعرض للموت. ثم لا يقتصر الأمر على هذا، فصاله في عامين بعد ولادته يحتاج إلى رضاعة، وهذه الرضاعة من ثدي الأم ومن غذائها، فهو يشاركها في غذائها، ففي ذلك مشقة. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي ترضعه من غذائها ومن قوتها، يشاركها في حياتها وفي طعامها وشرابها وفي صحتها. ثم لا يقتصر الأمر على هذا، بل يحتاج إلى تنظيف وإلى مزاولة شيء مستكره من ما يخرج منه من البول والغائط، هذا كله على الأم، كله على الأم، تنويمه وإيقاظه ومراعاته في منامه، لأنه لا يملك شيئا. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا يدري ولا يحس ولا يعرف الخطر ولا يعرف شيء، فلابد أن أمه تراقبه، تكون حوله نائما ومستيقظا، فهي تراقبه وتراعيه، هذا في أثناء الرضاع. ثم بعد مدة الرضاع والفطام يحتاج أيضا إلى رعاية وتربية ومتابعة حتى يبلغ سن الرشد،
قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. هذا من ناحية الأم وما تقاسيه من هذه المتاعب مع هذا المولود حتى يبلغ الرشد ويعقل ويستقل بنفسه. كل هذا تتابعه الأم، لأنها هي التي تبقى معه في البيت، ولذلك عمل الأم في البيت، عمل الأم في البيت، هذا هو الفطرة السليمة، وهذا هو المنهج الإلهي، أن عملها في البيت، وهو عمل ليس بالسهل، عمل شاق. هذا ما تقاسيه الأم وما تتحمله الأم، وهي مع ذلك متحملة وراضية ومحبة لذلك ومتعطفة معه، لا تتكره ولا تتبرم. أضف إلى ذلك أن هذا المولود لو أصابه مرض فإن الألم الذي يصيب أمه أكثر مما يصيب المولود، فهي تتألم له وتسهر عليه وتتابع حالته، تسهر عليه ولو نام، تخاف من المزعجات، تخاف من، فهي تراقبه. فمهمة هذه الأم عظيمة جدا. وافرض أنها ولدت عشرة مواليد أو أكثر، كل واحد يحتاج إلى هذه العناية وهذه الكلفة، إذن ماذا تقاسيه الأم مع أولادها؟ لا يتصور هذا. ولكن الله سبحانه وتعالى في عونها، ولا يضيع لها، لا يضيع لها عمل. وكذلك الوالد، الوالد لا شك أنه يخاف على ولده ويشفق عليه ويوفر له ما يريحه، فهو يحضر له ما يحتاج إليه، ولو بالاستدانة إذا لم يكن عنده مال يستدين ويحضر لهذا المولود أو لهؤلاء الأولاد ما يكفيهم ويقوم بحاجتهم. من أين له هذا؟ يتعب ويكد ويكسب ويتعرض للأخطار والأسفار ليحصل لأولاده القوت والنفقة ليستريحوا. فالوالد عليه مسؤولية عظيمة ومتحمل لمسؤولية ومشقة عظيمة، ولكن الوالدة أعظم تعباً من الوالد، ولذلك أكد الله ورسوله برها أكثر من الوالد. ولهذا قال: وصينا الإنسان بوالديه، ثم قال: حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. هذا إشارة إلى ما تلاقيه الأم. ولذلك لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ الرابعة. قال: أبوك. فجعل صلى الله عليه وسلم للأم ثلاث مرات أنها أحق بالبر وأحق بالإحسان، وجعل للوالد مرة واحدة من أربع، لأن الوالدة تقاسي أكثر من الوالد من التعب. كلاهما يتعب، لكن الوالدة أكثر تعباً. فأوجب الله على الولد أن يقابل هذا الإحسان من الوالدين إليه، أن يقابله بالإحسان إليهما، ببرهما، الإحسان إليهما وببرهما. ولذلك قال: أن اشكر لي ولوالديك. اشكر الله على نعمته، لأنه هو المنعم سبحانه وتعالى، المنعم المطلق هو الله جل وعلا. ولوالديك
لأن لهما أيضا إحسان عليك عظيم بعد إحسان الله سبحانه وتعالى: اشكر لي ولوالديك. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هكذا أمر الله وقضى الله، أمر يعني وصى، قضى يعني وصى، أمر ووصى، هذا معنى قضى سبحانه في هذه الآية. فالقضاء يطلق على عدة معاني، منها القدر وهذا ليس مرادا هنا، ومنها الوصية والأمر وهو المراد هنا. قضى ربك أي أمر ووصى ألا تعبدوا إلا إياه، وبالوالدين أي وأحسنوا بالوالدين إحسانا، مطلقة في حق الوالدين، ولكن في حالة الكبر من الوالدين يتأكد الإحسان إليهما، لأنهما في حالة قوتهما لهما حق ولكن حاجتهما أقل، لأنهما يكتسبان وهم أقوياء ويقومان بمصالحهما ما دام فيهما قوة، لكن إذا ذهبت القوة وجاء الكبر احتاج إلى البر أكثر والإحسان أكثر، لأنهما يضعفان عن تحصيل حوائجهما ومصالحهما. فهنا يتأكد على الولد أن يقوم بما يحتاجان إليه وأن يبر بهما أكثر، وإلا فالبر بهما واجب من حين إن الإنسان يكلف يبلغ سن التكليف، يجب عليه البر بوالديه ولو كان شابين أو قويين فلهما البر والإحسان، لكن إذا صار إلى حالة الضعف فهما أحوج إلى البر. ولهذا قال: إما يبلغن عندك الكبر، أي الشيخوخة، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما الأب أو الأم أو كلاهما يكبران ويضعفان، فعليك أن ترد لهما الجميل وتتذكر قيامهما عليك حينما خرجت من بطن أمك لا تعلم شيئاً ولا تدفع عن نفسك ولا تجلب لها نفعاً ولا تدفع عنها ضرراً. تذكر هما الآن صارا في حالة مثل حالتكم أو قريبة منها، احتاجان إلى من يقوم عليهما ويراعيهما ويوفر لهما حوائجهما ويخدمهما ويقوم ببرهما. ولذلك نص الله على هذه الحالة، وهي حالة كبر الوالدين أو أحدهما، لأنه إذا كبر يحتاج أكثر فيكون البر به أكثر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، لا تتضجر من وجودهما أو وجود أحدهما الكبير عندك، بل تحمل هذا بالصبر والاحتساب وطيب النفس. لا تقل لهما أف، أي لا تتضجر من القيام بحقهما، لأن هذا عبادة وأنت مأجور ولك الثواب في هذا، فيحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. ولا تبدي لهما أي تضجر، بل أبدي لهما الفرح والبشاشة والسرور، وأدخل عليهما الانبساط. لا تقل لهما أف، إذا كان قول أف تأفف والتضجر لا يجوز، فكيف بالأذى اللي أكثر من التأفف؟
كيف بالأذى الذي يكون من الولد أكثر من التعفف؟ باب أولى الضرب أو الكلام الجارح أو المن عليهما، هذا أعظم من التعفف، لكنه نص على التعفف لينبه به على ما هو أعظم منه، على ما هو أعظم منه. لا تقل لهما أف ولا تنهرهما، لا ترفع صوتك عليهما، لا ترفع صوتك عليهما، بل كلمهما بلطف وبخفض صوت، تأدب معهما، لأن رفع الصوت يدل على غضبك عليهما، فتأدب مع والديك. ولا تنهرهما، لا تزجرهما وترفع صوتك عليهما، لأن هذا نوع من العقوق. ولا يكفي هذا، بل قابل ذلك بالدعاء أيضا، يعني أضف إلى هذا الدعاء لهم، أقول رب ارحمهما، ادعو لهما بالرحمة. ولماذا نص على الرحمة؟ لأنهما رحماك وأنت صغير، فأنت تدعو الله أن يرحمهما في مقابل ما رحماك وأنت صغير، وقل رب ارحمهما كما ربياني، كما ربياني صغيرا، ربياك صغيرا احن عليهما حينما يكبران، لأن حالتهما في حال الكبر تشبه حالتك في حال الصغر، والشيء بالشيء يذكر، كما ربياني صغيرا. في الآية الأخرى والذي قال لوالديه أف لكما، توعده الله بالنار، والذي قال لوالديه أف لكما أي تعدانني أن أخرج، يعني أن أبعث، وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، فهما يدعوانه إلى الله ويأمرانه بالإيمان، ويلك آمن إن وعد الله حق، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين، كلامكم ذا خرافة، كلامكم ذا، وتقولون هناك بعث ويذكرانه بالبعث وأن الله سيجازيه على عقوقه بهما، يقول هذا خرافة أساطير الأولين، فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين، والعياذ بالله، هذا وعيده والعياذ بالله، الخسرة، كما خسرت الأمم الكافرة، فهو كفر بالله وكفر أيضا بحق الوالدين، فكان مع الأمم الكافرة والعياذ بالله. هذا الصنف الذي عق والديه. والبر، يعني عرفنا أنه يجب البر، فما هو البر؟ البر يكون بالإنفاق عليهم وتوفير حوائجهما، ويكون أيضا بلين الكلام معهما والأدب معهما، ويكون بالمجالستهما وتأنيسهما وإجابة طلباتهما. فالبر يتنوع، كل ما هو إحسان إلى الوالدين فهو بر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، غاية الأدب وغاية الخضوع لهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالبر أنواع، ومنه طيب الكلام معهما، هذا من البر، السلام عليهما، تطيب خواطرهما وإدخال السرور عليهما. فكيف بالذي يتكبر الآن على والديه ولا يرى لهما حقا
ويذهب مع أصدقائه ومع الناس ولا يلتفت إلى والديه ولو كان محتاجان إليه، ويزعم أنه يدعو إلى الله وأنه يطلب العلم وأنه يضيع حق الوالدين، ويروح يزعم أنه في جهاد وفي طلب علم. وفي الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. أرجعه من الغزو الجهاد في سبيل الله إلى البر بوالديه والقيام بحاجتهما، وهذا أفضل من الجهاد في سبيل الله، أفضل من الجهاد في سبيل الله. إذا كان الجهاد في سبيل الله يترتب عليه تضييع حق الوالدين وهما بحاجة إليه، فإنه ترك الحق الذي عليه والفرض الذي عليه وذهب إلى سنة، أن الجهاد في سبيل الله سنة عند الاستطاعة، وهو ضيع فرضاً وذهب يريد سنة، فماذا يحصل؟ ما لا يحصل إلا على الخسارة. لقد جاء أن رجلاً أيضاً جاء أن رجلاً جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، ولكن والديه لم يأذنا له بذلك، فأرجعه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأذن له، لأن والديه لم يأذنا له، بل قال: إني خرجت وهما يبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. يجي واحد الآن يقول: لا، الجهاد والوالدين ذولا جهلة ولا لهم حق يمنعون، ويذهب ويترك والديه، هذا ليس جهادا، هذا ضياعا والعياذ بالله. لا بد من إذن الوالدين الجهاد، حتى لطلب العلم. ما يسافر الإنسان لطلب العلم ووالداه يحتاجان إليه وإلى بقائه عندهما حتى يوفر لهما ما يقوم مقام غيابه إذا غاب، وأيضاً لابد من إذنهما، يوفر لهما ما يحتاجان إليه ويقيم لهما من يخدمهما، ثم إن أذنا له جاهد، وإن لم يأذنا له يبقى عندهما، هذا أفضل من الجهاد. هذا مما يدل على عظم حق الوالدين. حتى ولو كان الوالدان كافرين، الكافر لا تجوز محبته، ولو كان من الوالدين أو الأقارب. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. لكن مع هذا أنت لا تحبهما، ولكن مع هذا لا يسقط حق البر لهما ولو كان كافرين، تبر بهما ولو كان كافرين. قال تعالى: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أناب إلي. في الدين تتبع سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تطعهما في ترك طاعة الرسول، لكن لا يسقط هذا حق البر عليك لهما، فتحسن إليهما ولو كان كافرين.
وتبر بهما ولو كانا كافرين. فكيف بالوالد المسلم؟ وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي. جاءت امرأة كافرة وبنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، زوج الزبير بن العوام، وأخت عائشة رضي الله عنها. جاءت أمها وهي كافرة تريد منها أن تعطيها شيئا من المال وأن تساعدها بشيء من المال، فأسماء رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: إن أمي أتت وهي راغبة، يعني تريد العطاء، راغبة يعني في العطاء، وهي راغبة، أفأصلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. فأمر بصلة أمها الكافرة. وهذا مثل قوله تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفة. فهذا مما يدل على أكدية حق الوالدين والبر بهما حتى ولو كانا كافرين، لأن الوالد الكافر له عليك أيضا نعمة، رباك وحنى عليك وعطف عليك وتابع حالتك حتى استغنيت بنفسك، فله حق المكافأة. قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا في المسلمين تدعو لهما بالرحمة. أما الكافر، الوالد الكافر، فتحسن إليه لكن لا تدعو له بالرحمة، بل تدعوه إلى الإسلام والدخول في الإسلام. والبر بالوالدين يكون في حال حياتهما كما سبق، ويكون بعد موتهما، لا ينقطع البر بالوالدين بموتهما، بل يبقى لهما حق عليك وهما ميتان. ولهذا سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن والديه أنهما ماتا، فهل بقي من برهما شيء؟ قال نعم، تصلي عليهما مع صلاتك، يعني تدعو لهما مع الدعاء لنفسك. هذا الدعاء معنى الصلاة، معناها الدعاء هنا. فإذا دعوت لنفسك تدعو لوالديك: رب اغفر لي ولوالدي. تصلي عليهما مع صلاتك وتنفذ وصيتهما، إذا أوصيا بوصية على الوجه المشروع فإنك تنفذها ولا تتركها تضيع ليصل الأجر إليهما. تصلي لهما مع صلاتك وتنفذ عهدهما بعد موتهما، وتصل الرحم المتعلقة بهما، أقاربك من جهة الأب أو من جهة الأم تصلها، ويكون هذا من البر بالوالد الذي هو الرابطة بينك وبينهم. يكون هذا من البر، تصل أرحامك الذين يجمعك بينك وبينهم الوالد أو الوالدة، هذا من البر بالوالدين. وكذلك أيضا تبر بصديقهما، صديق الوالد أو الوالدة تبر بهما، لأن هذا من مما يجب عليك، أن تصل الصديق للوالد أو الوالدة في حياتهما، لأن هذا يسرهما، ولأن الوالدين يحبان هذا الشخص، فأنت تحبه لمحبة الوالدين، فهذا من البر بهما بعد موتهما. أما العقوق، العقوق هو قطع البر عن الوالدين، المعصية الوالدين، قطع الإنفاق، قطع الصلة، عدم الاستئذان منهما إلى غير ذلك، هذا هو العقوق، ضد البر بالوالدين.
ضد البر بالوالدين، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، هو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، لما جاء في الحديث الصحيح: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، إلى آخر الحديث. العقوق هو قطع البر عن الوالدين، المعصية الوالدين، قطع الإنفاق، قطع الصلة، عدم الاستئذان منهما، إلى غير ذلك. هذا هو العقوق، ضد البر، ضد البر بالوالدين، ضد البر بالوالدين، وهو كبيرة من كبائر الذنوب، هو أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، لما جاء في الحديث الصحيح: أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين، إلى آخر الحديث. فكما أن حقهما بعد حق الله، كذلك معصيتهما تكون بعد معصية الله في الإثم والعقوبة، والعياذ بالله. عقوق الوالدين كبيرة من كبائر الذنوب، تلي الشرك بالله عز وجل. قد لا يعق الإنسان والديه مباشرة، ولكن يتسبب في عقوقهما. كيف؟ قيل للرسول صلى الله عليه وسلم: هل يلعن الرجل أباه؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يلعن الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويلعن أمه فيلعنه. هذا عقوق غير مباشر، ولكن له حكم المباشرة، فيتجنب الأسباب التي تؤدي إلى عقوق الوالدين. آثار البر وآثار العقوق: نعم، من بر بوالديه حصل على مغفرة الله سبحانه وتعالى، ومن عق والديه حصل على غضب الله. ولهذا في الحديث: رضا الله من رضا الوالدين، وسخط الله من سخط الوالدين. فمن بر حاز على رضا الله، ومن عق والديه حاز على سخط الله عز وجل. كذلك من بر والديه فإن الله جل وعلا يصلح أولاده ويجعلهما بررة، كما قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ومن عق والديه سلط الله عليه أولاده، فعقوه كما عق والديه، كما عق والديه. بر الوالدين يسبب دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فبر الوالدين يسبب دخول الجنة، وعقوق الوالدين يسبب دخول النار. رغم أنف، رغم أنف، رغم أنف من أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة، فمات فدخل النار، مات فدخل النار. في الحديث الآخر: أن الله لا ينظر يوم القيامة إلى من عق والديه، من عق والديه، وهذا عقوبة له. فبر الوالدين وإرضاء الوالدين والعقوق ترتب عليهما آثار في الدنيا وفي الآخرة. وإذا كان صلة الرحم تسبب الفسحة في الأجل وتسبب بسط الرزق، فبر الوالدين من باب أولى، لأنهم أقرب الأقارب. فبر الوالدين يسبب لك أن الله يفسح في أجلك ويمدد في أجلك، والعقوق يسبب قصر العمر وضيق الرزق، كما أن البر يسبب الفسحة في الأجل وانبساط الرزق. والجزاء من جنس العمل: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ما بالك بالذي ظهر الآن مع الأسف في المجتمعات المسلمة، في أن الوالد إذا كبر يرمى في دور الإحسان ورعاية المسنين كما يسمونها، تخلص منهما الولد
ويضعهما في أو أحدهما في رعاية المسنين، ولا كأنه من أولادهما، كأنهما والدان لهؤلاء الذين هم في دور الرعاية، رعاية المسنين. يا سبحان الله، هذا حيوان ولا إنسان؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو أعظم العقوق، وهذا لا يفعله من في قلبه خوف من الله سبحانه وتعالى. ما شعورك لو أن ولدك عمل بك هذا العمل؟ عندما تكبر وتمرض يأخذك ويضعك في دور الرعاية ورعاية المسنين، ماذا يكون شعورك وغضبك عليه؟ وماذا يكون الإثم الذي يتحمله هو؟ لماذا أنت تطالب بحقك وأنت لم تؤدي الحق الذي عليك؟ فليتق الله كل مسلم، لأنه فشى العقوق في هذا الزمان، وقست القلوب، وتباعدت الأقارب، وسرت علينا عادات الغرب والكفار الذين ليس لهم أسر ولا بيوت، إلا بيوت كبيوت الحيوانات، يأتون إليها ويعيشون فيها وحدهم أو مع الكلاب. وأما أنه يعيش مع أبويه، مع أولاده، مع إخوانه، لا، هذا ما هو موجود في غالب بلاد الكفر. الآن بعض المسلمين يريد أن يقلدهم مع الأسف، فيريد أن يرمي بوالديه أو أحدهما في دور رعاية المسنين ويتخلص منهما، وإن كان فيه نوع من الحساسية يأتي يوم العيد يسلم عليهم، يعايدهم فقط، أو يمرهم بعد أيام يسلم عليهم ويعتبر هذا أنه هو الحق الذي عليه. فعلى المسلم أن يتنبه لنفسه وأن يتقي الله، ويعلم أن ما عمله سيعمل به وأنه سيجازى بعمله، وأن لا يقدم على بر الوالدين شيئاً غير طاعة الله سبحانه وتعالى. إن كان يريد الأجر ويريد الثواب، لا يقدم شيئاً من الأعمال على بر الوالدين إلا حق الله سبحانه وتعالى. هذا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يصلح أولاد المسلمين وذراري المسلمين، وأن يعيد المسلمين إلى إسلامهم على الوجه المطلوب، وأن يكونوا أسراً متحابين متكاتفين وبيوتاً صالحة، وأن يعيدهم من التشبه بالكفار والمنافقين والذين ضاعت أسرهم وتفككت أرحامهم وصاروا كالبهائم أو ضلوا سبيلاً. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوة الإيمان، إلى هنا ونأتي معكم إلى نهاية وقت البرنامج، حيث كان معنا في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم مجالس العلماء معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، في محاضرة بعنوان بر الوالدين والتحذير من العقوق. ختاما نشكركم على حسن استماعكم. لقاؤنا يتجدد بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم. حتى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.